طيب عندي تعقيب على بعض الجزئيات، يعني اللي كانت حديث السوشيال ميديا على مدار ال 24 ساعة اللي فاتوا. امبارح كان علي سعيد الكعبي على حسابه على تويتر كتب ان يعني قال تويتر كده، قال ان المالي اليو جانج مثال للاستثمار الرابح زي ما حضراتكم شايفين كده في تعاقدات اللاعبين. اشتراه الاهلي المصري من مولودية الجزائر مقابل 2 مليون دولار، واليوم تتهافت عليه الانديه وسعره تخطى ال 10 مليون يورو. بعين خبيره بامكانك ان تجمع بين المال والبطولات، هذه صفقه تدرس. لكن امير توفيق رد عليه وقال ايه، وانا عاجبني قوي ان يبقى في توضيح كده في الجزئيات المهمه دي. فقال له احنا جايبينه بمليون و100 الف دولار يا استاذ علي. يعني بصراحه مبلغ يعتبر كويس جدا نظرا لامكانيات اليو ديانج. وانا هقول لحضراتكم معلومه ممكن ناس كتير جدا ما تكونش عارفاها. اليو ديانج جاله عرض احتراف في احد الفرق الالمانيه في الدوري الالماني قبل كاس العالم للانديه تحديدا، بمقابل ايه؟ بمقابل 8 مليون يورو. 8 مليون يورو جه عرض لأليو ديانج. لكن الأهلي مش بينظر إطلاقا للمكاسب المادية أو للأمور اللي زي دي. الأهلي همه إسعاد جماهيره، همه إن هو يفوز بالبطولات، ده الهدف الأساسي بالنسبة للنادي الأهلي. مش أنا بس مجرد إن أنا جبت لعيب كويس بسعر كويس وأقدر أبيع وأكسب فيه قد كده. أه حاجة كويسة وحاجة حلوة جدا إن أنت تقدر تستثمر في اللعيبة وإن أنت تقدر تجيب أرباح مادية ممتازة، لكن في نفس الوقت انت عندك اهداف لازم تحققها الاول وبعد كده تنظر للاستثمار والمقابل المادي اللي ممكن يجي لك. الاهلي رفض العرض وتمسك بلاعب مهم جدا زي اليو ديانج، ونجح باليو ديانج وبزملائه كلهم ان هم يفوزوا ببعض البطولات او بكل الالقاب تقريبا بشكل مميز.